ابدل معاها اديها محشي وناخد كفته. هو انا زي ما انا عايز اخد زي ما انا عايز. ايوه احنا النهارده هنفطر ونتسحر ونجيب كحك العيد واقول لكم العروض والاسعار، فيلا نشوف الحوار ده. طلعنا على المعده عشان نفطر فطار اوبن بوفيه على النيل في الباخره اندريا منفس، والاوبن بوفيه كان فيه رز وخضار وفراخ وكفته وسمك، ده غير السلطات والمقبلات، وكمان الحلو بقى جيلي وجاتوه وكيك البرتقال وقطايف وحاجات كتير كده. خد كده على منزل اجيب الحلو، العصير والميه. سبحان الله، تبقى قاعد الخير يجي لك. انا عملت ميكس من كل حاجه حاجه. بقول لك ايه، بتاع 66 او ما حدش قال لي انها بتتحرك. هي بتتحرك؟ هي بتتحرك صح؟ ما انا اكيد مش مهلوس. طب ما انا عايز انزل، انا عايز انزل. لبسنا احنا كده هنلحق السحور. مرتاح، انا ما اتفقناش على رحله يا جدعان، احنا مش في الفستان. ابدل معاها اديها محشي وناخد كفته. اتفضلي يا فنانه. عفوا، هي دي تعتبر سرقه في رمضان. اشوف هتاخد بالها ولا لا. لو خدت بالها اقول لها وقع في الطبق بالغلط. وانا ماشي في المطبخ الزحلقه. انا عم ضنيبي بيأمن، ضميري بيأنبني. حرام يا عم اكل حاجه لو في غير رمضان عادي، لكن في رمضان. بقول لك ايه، معلش، في صباع كفته وقع عندي بالغلط تبعي. لا لا بالله عليك، والله لا لا لا. خلاص يا عم، ربنا يعوض عليا. لا ازاي، التنوره طالعه دلوقتي ورقاصه والدنيا هتبقى. هي دي ايه؟ شوربه كريمه. عايزين شوربه كريمه؟ دي تحفة. بقول لك ايه، ده الشيف جوستافو عاملها بنفسه. والله ما دقت طعمها، اعرف طعمها ايه، بس انا ما بحبش الحاجات دي. خش لي على الحلو. الرقصة وصلت. ده ايه بقى؟ بص بقى، دي ايه؟ ميني جاتو كريسبي كريمي. اقسم بالله شبه هاني سنودة. هات كده الكاميرا عليه، والله افتكرته هو. القطايب بقى، افرحوا يا بنات. يا جدعان بينزل لكم ايه من غيرنا؟ ايه ده بقى؟ ايه الحوار ده؟ باصي لو سمحت. ايه ده؟ هات جوافه شغال. احنا نتبطر، ما احنا بنبصي لبعض. يا جدعان، هو انتوا قريب مين في الباخره بالظبط؟ امال في ايه؟ على الله اوفرها؟ لا عادي يعني، اوفرها برضه. وعرض الاوبن بوفيه هتلاقيه على ابلكيشن وفرها ب 420 جنيه بدل 600 جنيه، ويستحسن تيجي بدري وتكون حاجز قبلها بيوم، يعني لما تشتري الكوبونات تتصل بيهم تحجز. كده اتعشت قوي. لا لسه ما اتعشتش، لسه في سحور. طب يلا بينا نلحق السحور. وبعدين طلعنا على هابي دول في الانديناي ليلي في المانيا عشان نتسحر. سحور اوبن بوفيه، وفي فول وطعميه وكبده وشيبسي وبيض مسلوق وسمبوسك وجبن وجميع انواع السلطات، والعيش بلدي وشامي، ده غير الحلو. زي الفل. هي دي طحينه وده فتوش يا جدعان، والله ملزوم. ايه ده، سلطه زبادي؟ طب مش ده بعد السحور فتوش. ودي جبنه بيضه بقى. انا مش عايز اوسخ اللوح الفنيه ده، انا اسف. ده ايه ده بقى؟ محمرة سبايسي. ما تكترش عشان سبايسي. دي سلطة حمص؟ لا ما. طب ما انا كده الطبق اتملى، انا كده هاخد فول ازاي؟ فول بقى في الفول. اه في القماشي، يعطيك الف عافية. ما تكترش. هو انا زي ما انا عايز اخد زي ما انا عايز. مفتوح. وديني. طب ينفع تحط لي مع الطعمية؟ حبيبي يا فنان. ما عنديش مكان اعمل ايه؟ انا جبت لك طبق مخصوص. ما كتر، زي الفول. حبيبي يا فنان، تسلم ايدك. الشيبسي بقى. ما كتر. تسلم ايدك يا فنان. وديني يا فنان. والله زي الفول. هو ابو مفتوح للدرجه دي؟ ايه الاخبار؟ مساء الانوار. الشيبسي ده حلو قوي. هم فاكرين ده السحور، ما يعرفوش ان انا جايب عينات واشوف اللي هيعجبني عشان اروح اجيب منه تاني. دقنا، نروح نجيب الاكل بقى.
انا دقت التست وعجبني، عايزين ناكل بقى. احنا مع بعض لحد الفجر براحتنا. شويه بقى واجي لك تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا لهوي، شوف الوز بياكل خس. هي وزه، هي انت التانيه، تعالي لي تاكلي خس. شغاله، خدي يا تقربي، انا اللي اقرب لك. خدي امي يا وز. وقعتيها مش معادي. وسعر السحور على الابلكيشن وفرها ب 195 بدل 287 جنيه، ومواعيد السحور من الساعة 11 لحد الساعة 2 بالليل. لا يلا بينا على الحلو. الحلو مع الاوبن بوفيه برضو صح؟ ده ايه بقى؟ ما لباب المانجا، ودي تورتة كنافة، وده رز بلبن كاستر. ابتدي من يا ويزو. خلاص ها ها، الحلو هيوجع بطنكم. خلاص ملوك العالم في السياق. ده كاستر. واحنا مروحين عدينا على تسيبس عشان نجيب كحك العيد، ولقينا عروض كتير على الابلكيشن وفر. علبه 4 باكت فيها باكت كحك وبسكوت وغريبه وبيتي فور ب 245 بدل 325 جنيه. والعلبة التانية 6 باكت فيها 2 كحك سادة وملبن و2 بسكوت سادة وشوكولاتة وغريبة وبيتي فور ب 405 بدل 495 جنيه. والعلبة التالتة 8 باكت 3 كحك سادة وملبن وعجوة و3 بسكوت سادة وشوكولاتة وجوز هند وغريبة وبيتي فور ب 545 بدل 665 جنيه.